نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائيات المصرية والنيل للأخبار. مرحبا بحضراتكم، مرحبا بك هبة. أهلا بك جوهر ومرحبا بمشاهدينا الكرام، ونبدأ نشرة الثامنة بالعناوين. الرئيس السيسي يتفقد عددا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة ويؤكد الحرص على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. مصر تعرب عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة وتطالب جميع الأطراف بضبط النفس والتجاوب مع جهود حقن الدماء. موسكو تهدد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ميناء السخنة ويؤكد ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير المحاور والطرق على امتداد الجمهورية يأتي حرصا على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. نعم، جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي عدد من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية وإنشاء أخرى جديدة بأطوال 200 كيلومتر. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية وإنشاء أخرى جديدة بإجمالي أطوال يصل إلى 200 كيلومتر. وقد تضمنت جولة السيد الرئيس تفقد أعمال تطوير وتوسعة محور أحمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول حوالي 11 كيلومتر وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط المحور بالطريق الدائري وكذا محور الفريق كمال عامر ليكون بذلك محورا بديلا لحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 من يوليو. في المنطقة دي ستتبنى مشرف نص أعلى كوبري أحمد عرابي الجديد اللي بيمر من أعلى كوبري أحمد عرابي القائم. في مجموعة كبيرة يا فندم من الطرق القائمة غرب النيل. غرب النيل يا فندم. المحور يا فندم بطول حوالي 25 كيلو متر وعرض من 5 لـ 6 حارة مرورية في كل اتجاه. المحور ده يا فندم هيعمل سيورة مرورية كاملة وهيخفف التكدس المروري في المنطقة من الطريق الدائري من تقاطعه مع منطقة البراجيل حتى محور عمرو بن العاص، وده يخفف زمن الرحلة فندم. وقد أشار السيد الرئيس إلى أن تطوير المحاور والطرق بمحافظة الجيزة وعلى امتداد الجمهورية يأتي في إطار الحرص على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. اللي يهمني إن إحنا الناس تسمعوا مننا إيه في الموضوع ده. إحنا بنتكلم على صفة اللبن، تمام، نتكلم على ترسة، نتكلم على فيصل، تمام، نتكلم على السادات، بنتكلم على البراجيل، مش كده؟ تمام يا فندم. وبنتكلم على منطقة سفنكس، تمام. نقول غرب النيل كنا الناس متصورة إن إحنا مركزين فقط على شرق النيل. شرق النيل يعني ليا المرج والمطرية ومدينة نصر ومصر الجديدة والسخنة، مش كده؟ تمام يا فندم. فإحنا جينا هنا بقى وشغالين هنا. تمام يا فندم. المنطقة دي منطقة زي ما أنت قلت كده، منطقة سكنية فيها حجم كبير جدا جدا من السكان. فكان لابد إن إحنا نتحرك ونشتغل ونعمل مجموعة من المحاور. إجماليهم كام يا محمد بقى؟ حوالي 200 كيلومتر يا فندم في منطقة الجيزة. اللي أنا بقوله أنا بتكلم عن نقطة المنطقة دي اللي هي بالتالي هتحل مسألة كبيرة جدا، سواء كان ربط شرق النيل بغربه في المنطقة دي أو حركة الناس عبر المنطقة أو للناس اللي موجودين جوه. النهاردة لو إحنا شفنا حجم العربات اللي بتتحرك في اليوم في الشهر في السنة في المنطقة دي مثلا 1 مليون عربية. تمام. لو التدفق المروري بتاعهم 10 كيلو في الساعة، حجم الوقود كذا وحجم التلوث كذا، مصالح الناس كذا. تمام. لما نخليها النهارده بحاور بالطريقة اللي احنا عاملينها ديت هتسهل الحركة بدل 10 تبقى 30 و40 و50. ده توفير في الوقود قد ايه؟ يعني التكلفة اللي احنا بنعمله ده قد يكون كتير. تمام. لكن على المدى المتوسط والبعيد ده كله هيتعوض من استهلاكات الوقود والتلوث اللي ممكن يكون وضاع مصالح الناس. ومن جانب آخر يمر كذلك على العديد من الأماكن الحيوية مثل محطة بشتيل الجديدة التي ستشهد كثافة مرورية مرتفعة بعد تشغيلها. أنا هنا بس عايز أقول حاجة للناس اللي هتشوفنا وإحنا بنتكلم في الموضوع دوت. أنا بقول إحنا بنعمل المحطة بتاعت بشتيل عشان نفتحها، تمام، مش كده؟ تمام. وإحنا بنعمل ده
بالتوازي شغالين في حاجه تانية عشان ما نجيش نقول ايه ده متطلبات المحطه لحركه الناس عشان تجيها محتاجين نعمل محور وكذا وكذا وكذا، ونبقى ندرجها بقى في الخطط وفي الموازنات تاخد لها 4-5 سنين. لا احنا بنعمل ده لمنطقه شديده التكدس، البراجيل واحمد عرابي والومبابه تمام 26 يوليو اللي كان خلاص مش قادر مش متحمل اكتر من كده. لا احنا بنعمل محور بديل تاني بساعه اكبر بيخدم على كل المحاور العرضيه اللي انت اتكلمت عليها، الطريق الدايري وفريق كمال عامر و26. تمام فندم. وزي ما سيادتك اشرت كده يا فندم، في اللوبه فندم اللي هنا دي جاري تم استغلالها من وزاره النقل يا فندم لانشاء جراج متعدد الطوابق لخدمه محطه قطار بشتيل، فاحنا سيادتك بيتم التنسيق مع الجهات بالكامل عشان يطلع المشروع يا فندم متكامل باذن الله. طيب احنا برضو هنا هنكون مخلصين امتى؟ احنا فندم ان شاء الله باذن الله على قبل العيد ان شاء الله هنكون. انا بتكلم على كل كله يا فندم من اول من اول المكبر رقم واحد ده اللي هو عند عرابي الاولاني لغايه مصرف المية زي ما انتم ده ان شاء الله فندم بنهايه السنه ان شاء الله. بس احنا بنفتح فندم الجزء اللي بيخلص معانا بنفتحه بندخله نسهل على الناس، يعني نفتح ان شاء الله فندم قبل العيد ان شاء الله هنكون فاتحين من اول شارع احمد عرابي لحد محور كمال عامر اللي لسه مفتوح طبعا. خفف على الناس بالظبط ان شاء الله فندم. ان شاء الله فندم احنا في النهايه بنقول ان احنا هنحل المساله دي كلها بالكامل على شهر 8 وبعض الحاجات هتخلص شهر 12 مش كده؟ تمام فندم. مش كده؟ تمام فندم. كل سنه وانتم طيبين. متشكرين متشكرين. سلام عليكم. قالت السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك. قالت إن خير الناس هم هؤلاء الذين يصونون اليتامى ويقدمون لهم الحب والرحمة والعطف. وأكدت السيدة انتصار السيسي على واجب الجميع تجاه الأبناء والبنات من الأيتام وحقهم في الرعاية والحماية الاجتماعية. حرصت وزارة الداخلية على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات الأطفال للمواقع الشرطية. كما وجهت وزارة الداخلية مأموريات إلى دور رعاية الأيتام وتوزيع هدايا على نزلاء هذه الدور والكشف الطبي عليهم. الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام يتم الاحتفال بيوم اليتيم، والذي يعكس مدى الدعم والمساندة التي يقدمها المجتمع لهم. وتحرص وزارة الداخلية ومن منطلق مسؤولياتها المجتمعية على الاحتفاء بهذه المناسبة. أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. تنوعت الاحتفالات التي نظمتها وزارة الداخلية للأيتام، فقد استقبلت الإدارة العامة للمرور عددا من أطفال دور رعاية الأيتام، وتم توزيع هدايا وكتيبات إرشادية وتنظيم محاضرات عن قواعد وآداب المرور. عندي أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل. كما أقامت لهم الإدارة المدينة المرورية للأطفال، والتي تعتبر نموذج مصغر للشوارع والميادين والسيارات، تعرفوا من خلالها على القواعد المرورية الواجب اتباعها. احنا كنا في الإدارة العامة للمرور وقعدوا الضباط يشرحوا لنا ازاي نعدي الشارع ويعلمونا السواقة. نحب نشكر الضباط عشان هم بسطونا ولعبوا معانا كتير قوي، لعبونا بالعربيات. كان يوم جميل ولعبنا بالعربيات وتعلمنا السواقة وكمان خدنا هدايا. بشكر الضباط النهارده عشان هما كانوا معانا في اليوم الجميل ده. انا وجودي طريق للخير في كل زمان، انا بطوله ومش محتاج. وفي اطار الدعم المتواصل الذي تقدمه وزاره الداخليه للاطفال الايتام، فقد قام قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتنظيم زيارات إلى دور رعاية الأيتام، وكذا دور رعاية الأيتام من ذوي الهمم، حيث تم الاحتفاء بهم وتوزيع هدايا عينية عليهم أدخلت الفرحة والبهجة في نفوسهم وأكدت مدى الاهتمام بهم والرعاية المقدمة لهم. الزيارة دي بتفرق كتير مع الأطفال، هم بيزوروا الأطفال وبيشوفوا الأطفال وبيحسسونا قد إيه هم موجودين معانا طول الوقت وبيساعدونا على رعاية الأطفال. وطبعا بنقدم كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بذوي الهمم. أبنائنا سعيدة اليوم بالزيارة ديت، ودايما وزارة الداخلية على طول الزيارات دي دائمة معانا. المفروض عشان الضباط اللي هم جم يدونا هدية، والمفروض إن احنا نقول لهم شكر. أنا وجودي طريق للخير في كل زمان، أنا
هذه الزيارات تم استحاب قوافل طبية للكشف الطبي على نزلاء هذه الدور من الأيتام وتقديم الرعاية الصحية الملائمة لهم مع صرف الأدوية اللازمة. النهاردة الضباط جيهم هم والدكاترة وكشفوا علينا ولعبوا معانا وجابوا لنا هدايا ولعب. احنا اتبسطنا كتير معاهم واحنا بنحبهم جدا جدا. شكرا للضباط جيهم ولعبوا معانا واحنا اتبسطنا قوي. كما قامت مديريات الأمن بالاحتفاء بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لدور رعاية الأيتام واستقبال نزلاء هذه الدور من الأيتام بالمواقع الشرطية المختلفة وتقديم هدايا لهم. دعم وزارة الداخلية للأطفال الأيتام دعم متواصل على مدار العام من خلال الزيارات لدور رعايتهم وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، فهو دعم يجسد أسمى معاني التكافل والتراحم. نظمت القوات المسلحة عددا من الزيارات لأبناء الشهداء في منازلهم وقدمت لهم الهدايا. ويأتي هذا كنوع من أنواع التكريم والتقدير والعرفان من القوات المسلحة لما قدمه الشهداء من تضحيات في سبيل رفعة الوطن. الفخر والعزة والكرامة، والإن الشهيد هو رمز مصر، فابن الشهيد هو كمان ابن كل المصريين، وإننا نفضل فاكرينه واقفين جنبه في كل مناسبة، ده أبسط صور رد الجميل والتقدير لأسرة الشهيد. القوات المسلحة ما بتنساش أبناء الشهداء في كل مناسبة، فنظمت القوات المسلحة زيارات لمنازل الشهداء وقابلت أبنائهم وقدمت ليهم الهدايا كنوع من أنواع التكريم والتقدير والعرفان للي قدموا آبائهم من بطولات وتضحيات، واللي دايما هتفضل مبعث فخر لكل المصريين في سجلات حب الوطن. أسر الشهداء وأبنائهم عبروا عن سعادتهم بالرعاية اللي بتقدمها لهم القوات المسلحة باستمرار، وإن قد إيه الزيارات دي بيكون ليها أثر كبير على إحياء ذكرى الشهيد وتخليد بطولاته في تاريخ الوطن. أقول للرئيس أنت ما قصرتش، أنت عامل كل جهدك عشان تسعد أبناء الشهداء سواء جيش أو شرطة، دول موجودين بين نصب عينيك ودي أهم حاجة عندنا. فبصراحة يعني مسؤولية صعبة، بس القوات المسلحة معانا دايما في ظهرنا، أي حاجة بلاقيهم معايا، أي مناسبة بلاقيهم بيكلموني معاهم مع أولادي. أحب أقول لسيادة الرئيس شكرا على كل حاجة بتعملها لنا، شكرا أن أنت دايما فاكرنا وأن أنت فاكر ولادي وولاد الشهداء كلهم. أي مناسبة بندخل فيها حضرتك بتبقى معانا وبتفتكرنا وبتعمل للولاد كل اللي هم عايزينه، فطبعا يعني احب اشكره على كل حاجه بيعملها معانا. انا ميرا بنت الشهيد البطل احمد الحجار، بابا عنده مدرسه باسمه، ولما انا اكبر ابقى ضابطه جيش مصري قوات مسلحه زي بابا البطل، وفي مدرسه على اسم بابايا، بحب بابايا قوي، بحب جد السيسي قوي. الحمد لله، وبشكر سياده الرئيس وبشكر القوات المسلحة وبشكر سيادة الرئيس إنه مش ناسينا في الأعياد وفي المناسبات ومش ناسي الولاد. بشكر القوات المسلحة إن هم عوضونا عن غياب الشهيد
وان هم برضو فاكرين الولاد ومش ناسينهم. شكرا سيادة الرئيس ان انت مش ناسينا دايما في كل عيد وفي كل حفلات، وبنشكرك الحاجات اللي انت بعتنا لبابا البطل. اقول مشكرين يا سيادة الرئيس، وربنا يخليك لليتامى دول، تقف في ظهرهم وربنا يسعدك ويدلك فاكرهم يا رب في الاعياد. في الحقيقه يعني القوات المسلحه بكل فروعها وبكل يعني وبتوجيهات السيد الرئيس حقيقي يعني في كل مناسبه في اي حاجه بيتكلم فيها دايما بيوجه برعايه اسر الشهداء. فالحقيقه القوات المسلحه مش مقصره في الرعايه وفي الاتصال وفي في كل المناسبات الحقيقه. الشهيد البطل محمد الرحمن، انا بشكر سياده الرئيس وماما انتصار والقوات المسلحه ان هم طلعوني عمره رمضان، زرت قبر ماما ودعيت لماما وبابا ودعيت لماما انتصار وسياده الرئيس ومصر كلها في المسجد النبوي والكعبه الشريفه. القوات المسلحه هتفضل دايما فاكره كل التضحيات والبطولات اللي تقدمت عشان بلدنا تعيش، وهتفضل دايما تحمي الحدود تصون الوطن مهما طال الزمن. نظم اتحاد الأطباء العرب حفل إفطار جماعي ضم عدد من القيادات الصحية والاتحادات المهنية الطبية بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتم خلال حفل الإفطار استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بصحة المواطنين وكيفية اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض المعدية. على خلفية المؤتمر 46 لاتحاد الأطباء العرب، تم إقامة حفل الإفطار السنوي بمقر اتحاد الأطباء العرب. شارك فيه نخبة من الأطباء بالمؤسسات الدولية والإقليمية العاملين في المجال الصحي، إضافة إلى الشخصيات العامة والكوادر الطبية المتخصصة العاملة في المجالات الطبية كافة لإضفاء جوا من المحبة والإخاء. مناسبة إن احنا نقول لكل الناس كل عام وأنتم بخير وربنا ينفع بيكم، ولو في أي أفكار نتبادلها مع بعض وإزاي فعلا نرتقي بمستوى الممارسة الطبية ومستوى الممارس الطبيب. يعني هي دي رسالة الأطباء، احنا عاوزين نرتقي بهذا الأمر على مستوى الدول العربية وعلى مستوى الأطباء تحديدا. فيعني زي ما بنطلب منهم على طول فرصه نقول لهم مساءكم طيبين وربنا يفتح عليكم، ويعني نظل على طول متعاونين في تأدية هذه الرساله الساميه ان شاء الله. نتعاون تعاون مثمر بحيث ان احنا نفيد جمهور الشعب ونقدم خدمه صحيه على اعلى مستوى، وايضا خدمه صحيه نراعي فيها التكاليف بحيث ان احنا نركز الامكانيات والخبرات في اماكن محدده ثم تحال اليها الحالات. حفل الافطار السنوي تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات والقضايا الطبيه الملحه والتجارب الناجحه في مواجهه العديد من الامراض الساريه وغير الساريه، وطرح الاستراتيجيات الصحيه لتوفير بيئه صحيه امنه للمواطن العربي. 100 مليون صحه ده حاجه فوق الوصف. حاجة بتاع موضوع الرعاية الصحية في الريف المصري بقت على مستوى عالي جدا دلوقتي. الرعاية الصحية الويتنج ليست والقوائم الانتظار دي كلها بدأت تنتهي، العمليات الكبيرة بدأت العمل. الحقيقة أنا الحمد لله احنا في وضع ممتاز، واحنا نتوقع أكتر من كده كمان. اكتشاف بعض الحاجات النواقص بالنسبة للمجتمع الطبي لخدمة المرضى ولزيادة وعينا كمؤسسة تعليمية أو تدريبية في المعهد العربي للتنمية المستدامة بمعرفة طلبات ورغبات الزملاء الشباب بالذات في التدريب والتطوير من أنفسهم من أجل خدمة المرضى. جاء حفل الإفطار السنوي لاتحاد الأطباء العرب بما تضمنه من طرح موضوعات واستراتيجيات ملحة للتأكيد على توفير بيئة صحية آمنة لمواطن الإقليم. محمد حلمي، النيل. أعربت عن قلق مصر البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار 48 ساعة الماضية إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين، وما تلا ذلك من إطلاق لصواريخ تجاه إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة. وطلبت وزارة الخارجية جميع الأطراف بمواجهة
ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح، محذرا من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة إذا استمرت موجة العنف الحالية. أفادت السلطات الإسرائيلية بمقتل 3 مستوطنات في هجوم برصاص في الضفة الغربية المحتلة اليوم، وذكر الجيش الإسرائيلي أن هجوما بالرصاص وقع على مركبة بالقرب من المستوطنة الحمراء بالأغوار، وفرضت سلطات الاحتلال طوقا أمنيا على مدينة أريحة في إطار البحث عن منفذي عملية الأغوار. لحقت أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين وبمستشفى الدرة للأطفال جراء تجدد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مواقع مختلفة بعدد من مناطق قطاع غزة، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بأكثر من 12 صاروخا، إضافة إلى استهداف موقع جنوب غرب المدينة ب4 صواريخ، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل وممتلكات للمواطنين والمجاورة، كما تسبب القصف لموقع شرق حي التفاح بأضرار جسيمة في مبنى مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال. قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه يتفق مع روسيا في طلبها بشأن رفع العقبات أمام صادرات الأسمدة والحبوب الروسية، مضيفا أن هناك حاجة لمعالجة هذا الأمر حتى تسنى تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يشمل أوكرانيا. وهددت موسكو اليوم بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا لم يحصل تقدم على صعيد إزالة القيود المفروضة على صادراتها من الأسمدة والمنتجات الغذائية، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارة إلى أنقرة إن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية تأثرت بصعوبة الحصول على التأمين، ودعا لافروف الدول الأوروبية التي قال أن لديها فائضا من الحبوب الأوكرانية للتبرع ببعضها للدول الفقيرة. الآن موعد أخبار المال والأعمال مع الزميل أحمد يوسف. مرحبا بكم مشاهدينا وأخبار المال والأعمال. تفقد وزير النقل كامل الوزير ميناء السخنة لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع استكمال تطوير الميناء، كما استعرض الوزير مع مدير وقيادات الميناء نسبة تنفيذ الأعمال، حيث بلغت أعمال التنفيذ الخاصة بالحفر الجاف 86% ونسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 60% والأرصفة 76%. ووجه وزير النقل بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالمية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، خاصة مع أهميته والذي تم وضع المخطط العام له ليضاهي أحدث الموانئ العالمية. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن إجمالي المشروعات التي نفذها برنامج مشروعك منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ أكثر من 203.3 مشروع بقروض تجاوزت 26 مليار جنيه، ووفرت تلك المشروعات حوالي 1.5 مليون فرصة عمل. وأشار الوزير إلى أن محافظات الصعيد حصلت على الصدارة في عدد المشروعات التي نجح بها مشروعك في تمويلها، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة بها 107.7 ألف مشروع بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه، ووفرت من خلالها 731.6 ألف فرصة عمل.
أكد وزير المالية محمد معيط أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتشابكة بدءا من جائحة كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية تفرض تحديات ضخمة على موازنات مختلف دول العالم. وخلال مشاركته بالمنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية والذي نظمته منظمة الصحة العالمية بجنيف، أشار الوزير إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العام المالي الحالي بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي الماضي، كما أوضح أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 14%. وقفة رياضية بعد الفاصل مع أحمد يوسف. بعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع الزميلة نهى محمود. مشاهدينا أهلا بكم والنشرة الجوية. ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس حار على الوجه البحري والقاهرة وجنوبا وجنوب سيناء، مائل الدفء شمالا بارد ليلا مع نشاط للرياح شمالا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مسيرة للرمال والأتربة غربا وأمطار خفيفة غربا أيضا، والبحر المتوسط معتدل والبحر الأحمر معتدل. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأها من القاهرة. السبت 21-32، الأحد 18-34، الاثنين 15-28، أما عن شرم الشيخ السبت 21-35، الأحد 22-32، الاثنين 18-29، وأخيرا مع الأقصر السبت 23-38، الأحد 23-38 أيضا، الاثنين 22-37. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيل درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 21-32، الإسكندرية 18-26، دمياط 18-28، بورسعيد 17-25، العريش 17-27، رفح 17-26، الإسماعيلية 17-32، السويس 18-32، مطروح 13-25، وادي نطرون 17-31، المنصورة 19-31، طنطا 19-31، دمنهور 18-31، سانت كاترين 8-27، الغردقة 21-34، شرم الشيخ 21-35، الفيوم 22-35، المنيا 23-36، أسيوط 23-37، سوهاج 23-36، قنا 23-37، الأقصر 24-38، الوادي الجديد 18-36، أسوان 23-38، حلايب 24-29، شلاتين 23-30، أبو رماد 23-28، رأس حضر 24-30. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يتفقد عددا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة ويؤكد الحرص على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. مصر تعرب عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة وتطالب جميع الأطراف بضبط النفس والتجاوب مع جهود حقن الدماء. موسكو تهدد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها.
كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشرتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني maspiro.ng. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة وشكرا لك هبة. شكرا لك جوهر ونلقاكم على خير.